اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. عايزين نعمل النهارده مع بعض حمام. يعني كلنا بنعمل حمام اوكي، وبنشتري حمام محشي من السوق، هايل، كل ده هايل. النهارده عايزين نعمله ونقدمه ونفتش فيه كده ازاي بيتعمل بالطريقه الدمياطي، الدمياطي كما بيعملوه. مشهورين قوي 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 في دمياط بالطيور الجيم كلها، يعني بالطيور اللي هي زي الحمام والبط والامري والغر، الحاجات دي كلها اللي هي الطيور المهاجره، وطبعا السمان والحدوث دي كلها، ولهم طريقه مخصوصه قوي في عمل الحمام والبط والكلام. بيحشوه بحاجه اسمها مرتة. المرتة دي عباره عن بصل وكمون كتير وفلفل اسود كتير. نعمل بقى المرتة. ايه بقى حكايه المرتة؟ اهو ادي البصل اوكي، وادي الكمون، كمون كتير 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 اوكي، وشويه فلفل كتير كتير كتير، تستعجبوش، وشويه ملح بقى، حط لهم شويه ملح كده حلوينين برضو اوكي. وبرضو معلومه هقولها لكم انه الـ 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 النوع ده من الطبخ ملحه زياده سنه. نقلب لغايه ما البصل ده هتلاقوه لونه غمق قوي لانه كل اللي فيه ده، ها بس يدعك كويس ما يبقاش في حتت ايه مش واخده حقها اوكي. ده محتاج شويه فلفل كمان، بيبقى حامي شويه الحقيقه. طيب بناخد بقى ده كده على قد مثلا اللي هحشيهم، يعني سي كده، مش هتضايق لو خدت كمان واحده وبعدين ربنا يسهل، نقول لهم ان كده كفايه اوكي. طيب الباقي ده بقى هنستعمله في ان احنا نحط جزء منه في الشوربه اوكي، والجزء يتحط مع الرز. ابتدي بقى احط على ده شويه رز صغيرين، يعني مثلا ايه، يعني شويه الرز دول اللي هي عباره عن معلقه كبيره تتحط على كيلو بصل اوكي، بس تنسيمه. فهنا هعمل كده تنسيمه، يعني معلقه صغيره وسنه كم حبايه كده اوكي، عشان انا مش عامل كميه كبيره. الرز بقى هنا بعتمد فيه تسويته على الميه اللي في البصل اوكي، فهو يتعمل كده ويتحط جواه، يتحشي جواه ويتحشي جامد، وإذا احتاجنا تاني هنبقى نعمل تاني. ناخد سكينة كده. أنا حابب أشيل دول أوكي. جميل، ونحشي بقى. هعمل ايه بقى؟ هحط دي على النار، وعلى فكرة بيتحط مع ماء بارد، مع ماء بارد مش مية بتغلي اوكي؟ يعني بحط المية واحط معاه الحبهان والمستكة وشوية ملح اوكي؟ شوية ملح مثلا اوكي؟ عشان املح الشوربه حلو، علشان دي اللي هسقي بيها بعد كده الرز والحدود دي كلها. حبهان ومستكه
كل شويه مستك، مش كتير مستك عشان ما تمررش. ها اوكي بس كده، بس خلاص هقلب بقى واطلع فاصل ونرجع نكون حطينا دي جوه في الفاصل، وايه نشوف بقيه شغلنا هنعمل فيها. اوكي قابلوني بعد الفاصل وابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. حطينا الحمام ما تغطوهوش بقى علشان هنشيل الزفره دي لما تطلع بنشيلها. طب لو غطيناه هيحصل ايه يا ترى؟ لو غطيتوه الزفره دي هتطلع anyway. فلما بيكون متغطي اوكي بتطلع على الغطا اوكي وتسقط على لحم الحمام او البط او whatever. اوكي فهتلاقوا اللحم نفسه بقى عليه من الزفره دي. طبعا ده الطعم مش حلو والشكل مش حلو، ونقعد بقى نحك فيها ونطلعها، فاحنا ما بنغطيهاش لهذا السبب. ويبقى معانا ايه كده اهو معلقه بنشيل بيها الزفره كل ما تطلع، او الريمه كده اهو. اوكي وما تزهقوش، تيكس تايم، يعني الموضوع ده بياخد وقت، طبخ الحلو كله بياخد وقت، ما ايه ما تنزعجوش. وهيطلع تاني، كل ما هتشيلوه هيطلع تاني، مفيش مشكله خالص، هتشيلوه تاني وهكذا. مفيش طريقه اسهل نشيل بيها الزفره دي؟ هو في طريقه اسهل لكم بمصفى، مصفى ناعمه قوي 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 قوي. اوكي وتاخدوا بيها كده، فتاخد الزفره وتطلع وتنزل الميه. اوكي مش عايز بس انا ايه وانا بشيلها ومشايل كل الحبهان معايا. اوكي ونصبر عليها شويه. تمام نحط بقى معاها في هذه المرحله شويه مرتب. اوكي ليه بقى؟ لان دي الشوربه اللي هعمل بيها اللوبيا وهعمل بيها الرز وهعمل بيها القصه كلها. اوكي لازم يكون فيها ايه مرتب. تلاقوها كده ايه ده البصل على الوش ده مش زفر. قدامي بقى هنعمل لها رز وهنعمل معاها خضار لوبيا، بس اللوبيا بقى غير ما انتم متعودين. يعني ايه اللوبيا؟ هنا بتتعمل بورق السلق زي القلقاس. اوكي بنعمل ايه بقى؟ القلقاس، الباميه، الفوليه، الحاجات اللي بتتعمل بالسلق دي. الاول نحضر حاجه نشتغل فيها. عايزين حاجه ما تكونش يعني ممكن يجيب كده مثلا عشان ما تبقاش ستريت قوي. تمام يعني على قد لوبيتنا، مش هناخد لوبيا كلها. اوكي تمام كده. بعد ما بتتسلق اللوبيا في ميه سخنه، احط بقى شويه ميه كده نسخنها. اوكي بعمل توم مع السلق، يعني بحمر السلق مع التوم زي ما بعمل القلقاس والكلام ده كله. كويس في سمنه بلدي. الاول السلق بيتقطع ويتحمر شويه شويه زيت، يطلع بس شويه ميه كده منه، وبعدين احط عليه التوم بقى وافضل ادق في الكلام ده في الهون لغايه ما ينعم، يبقى ايه زي الكريمه كده لطيفه تنعم. شويه كمان. اوكي سلقه واطلعها، سلقه واطلعها. اوكي وبعدين يتحمر في سمنه بلدي لغايه ما السلق ينشف.
يبقى كريسبي كده. وبعد ما تكون بقى استوت اللوبيا اللي هي نقعها من امبارح مفروض، اوكي تكون استوت، احط عليها السلق اللي بالثوم واقلبها، وبعدين اخد سمنه بلدي وصلصه طماطم، واحط سمنه بلدي سيحها واحط معاها صلصه الطماطم واقلبها كويس قوي، وافضل اقلب فيها كده لغايه ما هي تمتزج تماما مع السمنه وتتسبك تماما. ها احطها على الايه، على القصه اللي عملناها دي، ونشيل شويه الزفر اللي طلعوا دول زي ما حضراتكم شايفين اهي، شايفين اهو، نشيل بقى. فلازم ايدنا فيها على طول نشيل الحدوته دي. وهكذا. طيب. عايزين ناخد بقى السلق ده ونعمل له عملية. ورق. ورق بس. اوكي. كويس. العيدان بتاعته مش مطلوبة خالص، عايز الورقة بس. طبعا نافش وكتير وزي ما انتم شايفين كده، ده لما يخش يتحمر هيبقى يصفى خالص خالص خالص، يعمل له مثلا معلقتين ثلاثة. نبص هنا تاني ونشوف زفرتنا تاني. وعلامة السوى قلت لكم هيبطل تطلع زفرة، ولما تشكوها كده بشوكة في الصدر مش هتطلع عصارة. اوكي نحط بقى شوية ونسلق حبتين ونشيلهم، ربع سلقة كده عشان يستوي في مرقة المرتة. اوكي كويسين حلوين قوي. ونجيب بقى طاسة نعمل فيها كده اهو. اوكي نحط بقى فيها شويه زيت عشان احمر السلق، بس شويه زيت حلوين يعني. يعني مثلا ربع كوباية زيت ولا حاجة. كسر. يلا. أول ما الزيت يقدح أو يعني على الأقل يموج، يعني إيه يموج؟ الحرارة بتاعته لما تزيد هتبص تلاقيه إيه؟ بدأ الزيت يعمل موج. يبقى قبل ما يدخن يبتدي يموج الأول وبعدين يبتدي سواه يزيد. حلو أوي، كده خلاص استوت. هطلعها بقى. في طبقة يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده الحجم الطبيعي الحقيقة للحمام. لما يكون محشي بقى من
بالرز اللي هو نص سوا. ليه بقى برضه هقول لكم ليه نص بين الجلد واللحم وكده والنص سوا ليه؟ لانه لو اتحشى ني تماما هيكبر الرز هينفش، ممكن يقوم مفرقع الجلد ده كله. اوكي، فبيبقى نص سوا وبيتحشي يا دوبك علشان اعمل حسابي في انه لما يستوي وحجمه يكبر يبقى يا دوبك خد نهايه الاسترتشنج او الشده بتاعه الجلد. اوكي، اكتر من كده يقطع الجلد خلاص. شيل بقى الكلام ده، وانا اوريدي عندنا شويه حلوين عاملينهم قبل كده. خلاص انت كده سلام. هنقل منها بقى ايه؟ بصوا بقى على اللوبيا، شايفين عامله ازاي؟ نشيل بقى الكلام ده طبعا. خلاص مكان اللوبيا، وناخد معلقه تانية. ادي اللوبيا، شويه الريم اللي عليهم دول برضو ما فيهمش مشكله خالص. اي حاجه فيها بروتين لازم هتطلع الكلام ده، بروتين او جلوتين. جلوتين نوع من انواع البروتين على فكره. فاي حاجه فيها بروتين لازم هتطلع الريم. طب يا ترى ليه ده ما بيحصلش لو انا بعمل ديب فراينج؟ اوكي، يعني لو انا بسوي في زيت حامي، ليه ما بيطلعش كده من اللحوم؟ اولا لان الزيت حرارته عاليه قوي، يعني هنا بالكتير بتكلموا 100 110 عشان فيها ملح. الزيت بنتكلم في التحمير بنتكلم من 180 ل 220. اوكي، الصدمه الجامده دي بتاعت الزيت، اوكي، بتخليه يقفش مره واحده، ما يلحقش يطلع بره، اوكي. لكن هنا الاول على راحتها فبتطلع بره، بتشيل ويبتدي بقى الميه تخليها تجمد فيها. خلينا اطلع فاصل وارجع تاني نعمل بقى الحدوته دي، يكون الزيت بتاعي اهو. هاته هنا بقى اهو، بدا يموج اهو، هنجيبه هنا ونحمر. احطه عشان احمره واقلبه، حاجه اقلب بيها زي كده مثلا. اوكي، نحطه ونطلع فاصل، اول ما ترجعوا اكون حمرته. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد طبعا، امال يعني اكيد اكيد. خلوا بالكم بقى، انا هنا شغال بالكهرباء، انتوا في البيت شغالين بالنار. اوكي، قبل ما تحطوا الحدوته دي يا ترفعوها من على النار يا توطوا النار جدا، عشان الزيت ده الترطشه دي لو هي طالعه قبل تلهب كل الزيت ده هيولع، كله هيولع وهتتخضوا ومش عارفين تعملوا ايه. تعملوا ايه؟ بمنتهى البساطه والهدوء، والهدوء يولع زي ما يولع. طاسة تانية، حلة، أي حاجة بيد، ثم حطينا عليه، تمنعوا عنها الهواء على طول، تقوم إيه النار مطفية. تمام، اوعوا تكون اوعوا حاجة عندكم في المطبخ زيت أو حاجة يولع تحطوا له مية، هتحطوا له مية، الزيت خفيف هيبقى فوق المية دايما، وبعدين هتفضلوا تحطوا مية عشان مش هيطفي على فكرة، وبعدين هيزيد وهو فوق الميه مش تحت الميه. ها، بتحطوا ميه هو بيطلع لفوق يقوم مدلدق منها وهو والع، بقت قصه. الحل الوحيد انك تكتموها، تكتموها بطاسه بفوطه مبلوله وتقوموا ما تخافوش وتقوموا حاطين عليها يعني. ها، اوعوا تنفخوا فيها فوف فوف، مش هيحصل، هتطلع في وشكم. اوكي، يلا نطلع فاصل ونرجع نكون قلبنا الكلام ده وندقه في الثوم مع بعض. فاصل ونعود، ابقوا معنا. كده التوم اهو بدا ولا مش بدا، ده هو احمر خالص 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 جدا جدا جدا. هنشيل بقى الكلام ده زي ما هو كده، اسيبه بقى ايه
يعني اقلبه في حاجه واسيبه يبرد شويه قبل ما ادقه. اوكي، لازم يبرد شويه. فنحطه مثلا 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 على جنب هنا كده وارجع لكم تاني. طيب خلاص دي بقى بدانا نقول فيها جميل. يلا ناخدها بقى كده بعد ما شلنا زفرتها، ناخدها نصفيها واكمل سواها في المرقه، مرقه المرتة. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي جميل، زي ما انت زي ما انت تشطف تتشطف، ودي تتشطف، اللوبيا تتشطف عشان لو فيها اي كان اثار زفره تتشال. اوكي يبقى هنشطف، نشطفها كويس. اوكي وهكذا وهكذا. سخنة جدا جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط بقى مرقة، هي دي اللي ايه تسوية بقى، تسوية والمرقة بتاعتها والحدوث دي كلها هنا في القصة دي. اوكي هكذا. نزود شويه كمان ربما هي تستوي تماما، هي بتاخد وقت في السوا الحقيقه، ربما تستوي تماما يكون اسرف شويه شويه. طبعا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب مني ان انا ادوق الميه بتاعتي، المرقه بتاعتي، اشوف حدقها شكله عامل ازاي؟ هل مظبوط؟ لا زياده؟ لا قليل؟ كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لا قليل. قليل. يبقى محتاجه شويه ملح. ونقلب. وبرضو ارجع تاني. ادوقها. شيل بقى الكلام ده. نرجع تاني ندوقها. عشان التانية اللي دقت بيها ما ينفعش احطها تاني في الاكل. مظبوط. ظبطنا؟ حلو قوي. ثانك يو. يلا. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اخد ال ده اهو هدي شويه اهو، واقوم حاطه هنا شويه شويه بقى عشان الهون ده مش كبير، شويا شويا. بعد ما ايه حطينا الثوم طبعا، شويه سمنه بلدي في الموضوع برضو. ها يلا كفايه كده بقى، كفايه كده بقى، نعملها طلعه ثانيه. اوكي او لما ده ينزل. اوكي بس خلاص كده بقينا زي الفل. شيل بقى الحدوته دي خلاص. يبقى دي ممكن نسيبها بقى كده تستوي على بعضها كده، نغطيها بقى عشان ما تفقدش ميه كتير.
وايه ونسيبها تستوي على راحتها. نشيل القصه دي بقى، لا خليكي انت سخنه. اوكي خلاص عملنا ده، تعالوا نعمل الرز بقى. الرز هنعمله عادي جدا زي اي رز، اوكي؟ فهنجيب حله بتاعتنا، اوكي كده اهو تمام، ونحط شويه زيت نحمر فيه شويه الرز. ومعانا الملح طبعا، وميتنا عندنا مفيش مشكلة جنبنا اهي. اوكي انا معايا كوباية رز، كوباية وربع مية عشان ده لازم يبقى شوية ايه يعني لبة خفيفة كده. اوكي اغطي سنة ونشوف. نجيب بقى الرز احطه واقلب اقلب اقلب. اوكي مش بحمره قوي انا، بس ايه زي ما تقولوا الزيت بيخليه يلمع بس كده، لان هو طبعا هياخد لون غامق شويه اللي هو لون المرتة. تمام اوكي، انت عايزه تستوي على راحتك خليك تستوي على راحتك. طيب كوبايه كوبايه كوبايه، يبقى عايز كوبايه مرتة. اوكي اهو نعاير كوبايه مرتة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نحط له ايه نص مغرفه كمان. اوكي نقلب كده نشوف الدنيا عامله ازاي قبل ما نعمل حاجه. اوكي ناخد بقى ايه الربع كمان. اوكي خليكوا جنبي لعلي احتاج منكوا حاجه. طبعا انتوا فاكرين ان احنا دقنا الشوربه ولقيناها ايه عذبه شويه، فلازم نحط شويه ملح مش بنطلين. وكما اتفقنا ملوحة كل القصة دي بتبقى زيادة شوية عن المعتاد، مش عارف ليه الحقيقة يعني، هما يمكن عشان الدمايطة بيشتغلوا كتير قوي، شعب شغال قوي يعني، سواء في الصيد والنجارة والحدوتة دي شعب شغال شقيان يعني، بيعرقوا كتير فيحتاجوا ملح كتير لأنه بيفقدوا ملح كتير، يمكن دي الفكرة إن هما بيحطوا ملح كتير في الحتة دي. والفكره برضو انهم بياكلوا الحاجات دي كتير لان هم على ساحل، فعندهم الطيور المهاجره دي كتير تعودوا عليها من زمان قوي. اوكي يبقى برضو ادوق ميته ميه الرز، اعتقد هي ظبطت كده، بس برضو ايه مفيش مانع ادوق الملح. جميل تمام تمام قوي. اوكي طيب انا الرز بتاعي جاهز، اول ما يتشرب اوطي عليه النار خالص 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 جدا. اولا نعمل كده خلي النار بس في الوسط، وعندكم في البيت هتوطوها قوي تحطوا صفيحه عارفه ينغلط غطى علب السمنه، ممكن تحطوه تحتها او اللي بتحط تحت العيش او سواء بيسخنوا عليه العيش اللي بتبقى مخرمه ممكن برضو. اوكي وتوطوا النار خالص خالص خالص. اوكي نطلع فاصل ونرجع يكون الكلام ده استوى، نحط له بقى السلق ونعمل له الصلصه ويقدم مع الرز، ونشوف حمامنا اهو برد خالص هنعمل فيه ايه. طيب
قبل ما نطلع الفاصل هعمل حاجه واحده بس، واحده واحده قبل ما اطلع الفاصل. هعمل ايه لما اطلع الفاصل؟ حاجه واحده واحده واحده، اني هاخد حمام اوكي وادهنه عصير ليمون. ليه وليه قبل الفاصل؟ عشان قبل ما اطلع من الفاصل وارجع يكون الليمون نشف وبعدين ابتدي احمره. تمام اوكي، هعمله كده. طبعا ممكن مش بفرشه، ممكن تعصروا عليه ليمون بايديكم، ممكن تمشوا عليه نص الليمونه، كل ده وارد وجائز ومفيش مشاكل خالص. المهم انها كلها تتغطى بعصير الليمون. مهم قوي، مهم قوي الحكايه دي. اولا عصير الليمون بيديله لون لطيف قوي في التحمير وطعم جميل جدا اوكي، وهكذا هكذا هكذا. وانت يا نونو انت باين عليك انت عصفوره متخفيه في حمامه. اوكي خلاص، هنطلع فاصل ونرجع الكلام ده كله يكون نشف ونحمر ونقدم ونقول بالهنا والشفا وناكل وحاجات حلوه. قابلوني بعد الفاصل، ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. واللوبيا كده بدات يعني 95% سوا تقريبا اوكي. هناخد بقى هذا الكلام ونحطه في الطاسه تاني ونرفعه على النار شويتين ونحطه عليها. اوكي نرفع على النار شويه. عايز ارفع لكم دي علشان اسد علينا الرؤيه. دي شوربه مرتة هتتقدم برضو مع ايه؟ شوربه اوكي معاكي بقى. اهو لما يبقى الشكل زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفينها اهي، لما الشكل يبقى كده وكلها بقى بتبقلل كده وبتاع وسخنت، اخدها كده زي ما هي جميله 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 واحطها على اللوبيا زي ما حضراتكم شايفين كده. اوكي نقلبها. ونغطيها ونسيبها شوية تعيش مع بعضها. في هذه الأثناء طاسة تاني اهي هنا، ونحط السمنة البلدي وتتقدح وحط عليها الصلصة. مش قوي 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 يعني، هشوف كده ايه الحكاية. متحمروش الحمام في زبدة، يا زيت يا سمنة بلدي. زبدة لا، زبدة هتسود وهتسود الحمام شوية كمان ممكن.
واسيبها تسبك خالص، وبعدين احطها على اللوبيا. اوكي، نجيب بقى الحمام. المية طبعا اللي في الحمام لازم تعمل طرطشة. الحقيقة المطبخ في الإعداد عمل لي حشا حمامة، بس الله يكرمه حط لها المرتة بين الجلد واللحم، فاهي برضو اهي عشان برضو ايه نعرف الفرق شكلها هيبقى عامل ازاي. خلاص 10 على 10 نقلب. نوطي النار ما دام جالي بقى خلاص، ونبتدي نعمل كده. خلاص تعالوا بقى ايه نحضر حاجه نغرف فيها. يلا مثلا نعمل كده. اوكي، اوكي خلاص كفايه كده. اوكي يلا ناخد شويه رز بقى نحطهم معانا كده، شويه رز نحطهم معانا كده هكذا. اوكي okay.
كده غرفنا الحمام. هنظبطه تظبيطه صغيره قوي. طبعا قلنا يتقدم مع دول. يبقى دي الحمام. وبعدين نغرف دي. بسم الله الرحمن اوكي. اوكي وادي الليمون وادي الزيتون. وبعدين طبعا شويه شوربه بقى عشان الدنيا تبقى لطيفه. زي ما قلت لكم بتتاكل ايه مع الشوربه، يعني بياخدوا من الشوربه دي يغرفوا الرز ويحطوا عليه من الشوربه بتاعت المرتا مع الاكل. بسم الله. شفتوا اللي حصل فيا؟ اوكي نغرف بقى الشوربه. تعالى انت جنبي هنا. ممكن ندهن الملابس. كده اهو الشوربه بتاعتنا. يبقى معانا الشوربه ومعانا الحمام ومعانا الرز ومعانا اللوبيا، واكله دمياطيه جدا جدا. اتمنى احبابنا في دمياط، واتمنى انه ماي دير فريند of the Lozis family، صديقتي العزيزة الجميلة الرائعة اللي علمتني الحدوتة دي من عائلة اللوزي، تكون تتفرج على الحدوتة وتقول لي انت عملت ايه انت عملت ايه غلط او عملت ايه صح. اوكي ثانك يو فيري ماتش. انا شاكر جدا انكم كنتوا معايا الحلقة دي، حلقة جميلة جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.